مشاهدينا اهلا بيكم، واول ايام اسبوع بيتنا احلى. صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدينا في حلقه جديده من بيتنا احلى، واول فقره من فقراتنا معاكم النهارده تخص ولادنا في مرحله المراهقه. من اكثر الامور اللي بتزعج الابوين ان يتكلم ولادهم في مرحله المراهقه بعبارات مسيئه او خارجه عن حدود الادب والاحترام للاباء، زي مثلا يا عم فكك، يا حاجه انت مش عارف ايه، يعني الكلام اللي بيطلع منهم ده. وبيجي بقى الابوين يتساءلوا في الحاله دي عن الخطا اللي تم، خاصة إن السلوك ده مناقض تماما لطريقة التربية اللي ربوا ولادهم عليها، وبيرتبط الأمر ده بمرحلة المراهقة غالبا، واللي بيمر الطفل خلالها بتغيرات بتدفعه لاستكشاف حدود غضب الأبوين. بمعنى إن الولاد بيبقوا عارفين كويس في الفترة دي اللي بيضايق أبوهم وأمهم، وممكن في بعض الأوقات يتعمدوا يعملوا، والضمان عدم خروج التجاوزات دي عن الحدود وتفادي انها تقود ولادنا لما هو أسوأ. بقى خلينا كلنا نتبع مع بعض النصايح اللي هنقولها معاكم النهارده. اول حاجه، جهز نفسك ذهنيا للمرحله دي بحيث لا تشعر بالمفاجاه، مش تتفاجئ خالص بالكلام اللي هيقوله لما تلاقي سلوكيات ابنك المراهق او بنتك المراهقه لمحاوله تجاوز حدود التهذيب، او عليك اعاده رسم الحدود دي عشان تعرف ما هو مقبول وما هو غير مقبول. نحط الحدود ونعرفها لينا ولاولادنا، مسموح لك بايه ومش مسموح لك بايه. ممكن كمان التخطيط لنمط من المعاقبه مناسب للمرحله دي، فلو كان المراهق بينظر بعينه بطريقه غير لائقه تعبيرا عن غضبه او ضيقه، ممكن وضع عقاب مناسب، مثلا كانه يدفع غرامه نقديه من مصروفه ويحطها في مكان معين، كانه مثلا بيحطها في المطبخ او اي مكان انتوا هتتفقوا عليه، كل ما يقوم برد الفعل الغير مرغوب ده. طيب، لكن بتنصح توصيات الأكاديمية البريطانية لطب الأطفال بعدم المبالغة في العقاب. ليه بقى؟ لأن لو حس المراهق أنه بيخسر كل شيء هيزيد تجاوزاته، لأنه هيلاقي نفسه ما عندوش أي حاجة تانية يخسرها، فيلا بقى كله أنا بخسره. عشان كده علينا أن احنا نتفادى التصعيد والمواجهات الساخنة مع المراهق، ونمنح أنفسنا بعض الدقائق كده ما بين المناقشة اللي ممكن يحصل فيها التجاوز اللفظي وبين رد الفعل أو كلمات التأديب. طيب، ايه كمان عشان نحاول ولادنا ما يتكلموش بألفاظ غير لائقة في المرحلة دي؟ بصيغة اخرى، ليس من الضروري ان احنا نأدب الطفل على سلوك معين اول ما يعمله بالظبط، لان ده هيخلينا نجر بعيدا عن الموقف لمشاحنة تانية خالص تخرج عن اطار الاساءة الاصلية، هتكون سبت اصل الموضوع ومسكت في فرع تاني. وبشكل عام ما ينفعش نفرط في تهديد الطفل بالعواقب كل ما يحصل موقف صغير او كبير، لان ده هيفقده تأثيره جدا، وفي الوقت نفسه ما ينفعش نتراجع عن عقاب ولادنا اللي احنا قلناهم تم تقريره. فلو كان العقاب ده حرمانه مثلا من استخدام التابلت او مشاهدة التلفزيون، فلازم تطبيق العقاب عشان ما يستخفش بعواقب التجاوز مرة تانية. يعني لما هنقول لولادنا ان احنا بنعاقبكم عشان حاجة، او ان انت محروم من الحاجة الفلانية دي علشان انت تجاوزت الحدود، لازم ان انا اعمل العقاب ده. ما ينفعش يجي يتحايل عليا وانا اسف يا ماما وانا اسف يا بابا وحقك عليا، طب خلاص المرة دي وسامح. لا، انا قلت هتتعاقب هي هتتعاقب، بغض النظر عن العقاب كان كبير او صغير، ولكن الكلمة اللي احنا بنقولها لازم ننفذها، عشان بعد كده هم هيقولوا ما اصل ماما هتمشي، او بابا كلمتين وهبوسه وهقول له معلش يا بابا وهيعدي الموضوع. لا، لازم نكون واضحين وحاطين حدود، سواء كانت للعقاب او حتى للمكافأة. ربنا يهدي ولادنا جميعا يا رب. خلينا نطلع معايا.